على فرج ينتمي إلى أسرة أندلسية. هذا الرجل من الأندلسيين الذين هاجروا الأندلس في أبان الأزمة بين الموريسكوس وبين القشتاليين، ونشأ في مدينة الرباط في أسرة أندلسية نبيلة أرستقراطية يمكن أن نقول. الأب ديالو مات مبكرا وبقى مع الوالدة ديالو، ولكن تولاه محمد كسوس. عائلة كسوس اللي هو جده، هذا الرجل نشأ في مدينة الرباط نشأة جيدة بين المثقفين، وكان مدللا بين أهله ودويه، وحججوه وما يزال طفلا. الوالد استطاع يقرا الدراسة الثانوية اللي كانت صعبة على المغاربة في ذاك الوقت في أيام الاستعمار، واستطاع يمشي لفرنسا يدوز الباكالوريا في باريس. بالإضافة الحاج حمد بلافرج كان له عمل ارتباط الحركة الوطنية بديمقراطيين أوروبيين في فرنسا بالخصوص أثناء دراسته في الثلاثينيات، وهو الذي أسس مجلة المغرب باللغة الفرنسية، وكان مديرها هو جان بيير لونغي حفيد كارل ماركس، وارتبط بالعناصر الحزب الاشتراكي الفرنسي والديمقراطيين الفرنسيين. سجل في جامعة في مصر في القاهرة، ومن بعدها تسجل في جامعة السوربون كذلك باش يدوز الإجازة ديال الآداب. كان متشبعا بأن اللغة العربية هي الطريق الوحيد التي يجب أن يركبها، ولما درس هنا شعر بأن زيارته للقاهرة، القاهرة عاصمة الدنيا كما يقولون، راح إلى هناك، ومن ثم جاء متشبعا بفكرة نبيلة، وهي تحويل ما كتب بالفرنسية إلى اللغة العربية ليعرفه المغاربة. كما أنه هو الذي ربط العلاقات الأولى مع الشرق العربي، خصوصا علاقته برياض الصلح، وبالخصوص شكيب أرسلان. رجع في بداية الثلاثينات
المسائل الكبرى اللي أثرت في هذه الفترة هي الحركة ديال الريف. الحركة ديال الريف ديك الساعات كونت بالنسبة للشبيبة المغربية الواعية مدرسة كبيرة ديال أولا ديال الأمل. ظهر نموذج بن عبد الكريم لهؤلاء الشبان أنه نموذج صالح للعمل من أجل توحيد العمل ضد الاستعمار وأيضا لبناء دولة عصرية. من بعد جت المرحلة السياسية لجماعات في الرباط، في فاس وفي مدن أخرى اللي كانت المطالب ديالو اللي كانت كتقضي بضرورة إدخال إصلاحات على نظام الحماية. هو الذي حرر كتيب اسمه تمبيت سور لو ماروك و لي زيرور دون بوليتيك بربير، اسم المؤلف مسلم بربري، كان هو الحاج احمد برافرج. وجدناه حقيقة يقف موقفا مشرفا مع المغاربة من أجل أن يحمل الفرنسيين على ترك المغرب موحدا، وأن المغرب لا يقبل إطلاقا التجزؤ. هذا القانون أنشأه الفرنسيون لتقسيم المغاربة وإبعاد من اعتبروهم هم بربر عن العرب، فقامت الفكرة الأولى هي لمقاومة هذا القانون. نجحوا في ذلك لأنهم ألبوا المغرب كله ضد هذا القانون. الهدف من الضريب البربري كان هو تمسيح نصف أو أكثر من نصف المغرب. فذلك كان الرجل مثالا، وساعدته لغاته الأجنبية وتكوينه داخل البيت المغربي على أن تكون منه شخصية. أصيب بداء السل وكان عليه يتحوى إلى سويسرا حيث مارس العلاج. مرض صعيب خطير ديك الوقت اللي هو مرض السل، ثم تولاه الأمير شاكيب أرسلان، ومن بعد بدات إبرة. دخل بشكل سري في 42 أواخر 42 دخل المنطقة الشمالية، وتما بدا الاتصالات ديالو من جديد مع الوطنيين، وبدات الفكرة ديال الاستقلال. أهم ما عنده هو تأسيس حزب الاستقلال في آخر 1943. على عكس ما يقال من علا الفاسي هو مؤسس حزب الاستقلال، غادي نعرفه من بعد أن علا الفاسي أبعدته السلطات الاستعمارية إلى الجابون في 37 وبقى هناك مدة 9 سنين، وفي الغياب ديالو قاع تأسيس حزب الاستقلال، واللي كان الرجل الأساسي في ذاك المرحلة هو الحاج أحمد بلافريج. القيادة الفعلية لحزب الاستقلال بقيت عند الحاج أحمد بلافريج بمعية نائبه سي محمد اليزيدي ومدير الحزب الذي هو المهدي مبركة. كنا نطالب بإصلاحات، لا، الآن سنطالب بالاستقلال. تم تنسيق مع عدد ديال الخلايا، إعادة جمع الخلايا، لأن كان حملات قمع شرسة ضد المناضلين اللي كانوا في ذاك الحزب العمل الوطني. تضبط العمل ديال تقديم الوثيقة ديال المطالبة بالاستقلال. نضجت الأفكار أن يقود بلافريج العمل في الجنوب
من أجل تهيئة عريضة المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944. الرجل اللي هو الزعيم ذلك المرحلة واللي هو ولا الاسم الطاغي على كل الأسماء الأخرى، على الفاسي فين هو من فيه، اللي ظهر في 44 هو بلافريس. هذه العريضة يمكن القول بدون تردد أنها كانت من صنع بلافريش. وليد الله يرحمه كان تيبات دائما، لأنه كان يناير، كان تيبات دائما بالجلابة وتقول لها ماشي جيهم فرايا، يعني كان تنتظر المجيء. جاو 3 الصباح ديال اليوم 29 يناير 44، جاو طبعا دخلوا بالقوة وقوة إرهابية باش يرهبوا وداكشي، داو الوليد والوليد تغبر لمدة شهور ما معروفش المصير ديالو. ألقي عليه القبض وكان تقديمه للمحكمة العسكرية والمحاكمة ضده بالإعدام بدعوى أنه جاسوس ديال ألمانيا، فتدخل الجيش الأمريكي من جديد، أمر الذي أدى به إلى أن ينفى إلى كورسيكا. بعد ما اعتقلوا بلافريج الأمين العام ديال حزب الاستقلال اللي عاد تأسس، واللي هو تأسس يوم تقديم الوثيقة ديال الاستقلال، اعتقلوا هو الخليفة ديالو في قيادة الحركة الجديدة اللي هو اليزيدي، نط اضطرابات في المغرب في الرباط، زعمها المهدي بن بركة، ديك الساعة عنده 24 سنة، وفي سلا زعمها عبد الرحيم بوعبيد كان عنده 22 سنة. هذيك الحوادث بينت أن هذه العارضة راها قضية ديال الشعب المغربي كامل. ومن بعد واحد المهلة سمحوا الوالدة باش تلتحق به الكورسيكا باش يبعدوه، يبقى مبعد إلى حين. ففرنسا البلد الحاكم المغرب أصبحت بلد محتل من طرف الألمان، والوطنيين في البداية كانت في واحد الحيرة، واش هاد فرنسا اللي هي انتهت وأصبحت محتلة غنبقاو نخافوا منها، أم نتعاون مع هاد الدولة اللي هي ألمانيا. بلافريج وجد منفيا في الخارج طيلة الحرب العالمية الثانية، طيلة سنة 43 جاء بأخبار أساسية كنا نجهلها في المغرب، وهي أنه ألمانيا مصيرها الانهزام. النفذ في كورسيكا استمر إلى غاية يونيو 1946، انتهت الحرب. We have victory. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. وجدت الحكومة الحرة برئاسة دوغول. وكان عيد النصر في 46، واستدعى دوغول محمد الخامس باعتباره رفيق الكفاح، وعلق له مدايا ديال رجل كفاح التحرير. وفي ذاك الساعة محمد الخامس طرح مع دوغول بعض القضايا، منها هاد الزعماء اللي مقبوطين، هاد المقيم العام اللي دايرين لي راه ماشي هو الصالح اللي غادي يصلح العلاقة بيني وبينكم. جاء إلى هنا مقيم دبلوماسي مدني اسمه إريك لابون، جاء بسياسة جديدة، سمح لبلافريج بالدخول
من كورسيكا، سمح لابن علال الفاسي بالعودة من الغابون ولي بالحسن الوزاني من إيتزر، ونشأت ديالكتية جديدة في العمل الوطني. كان نوع من الفراج حزب الاستقلال، زاول النشاط ديالو عبر المدن، عبر القرى، في المناطق النائية. وديك الساعات مبادرات كثيرة بانت، منها تأسيس جريدة العلم، جريدة يومية، لأن هذه كانت مغامرة. من قبل كان الحزب له جرائد أسبوعية، فلأول مرة الحزب يقرر أن تكون له جريدة يومية. الذي كان وراء هذا المشروع هو أحمد بلافريج، رجل البناء، بنى المدرسة الوطنية، أعطاها اسم خاله سي محمد قسوس، والتي كونت أجيال كثيرة من المؤطرين ومن الفعاليات ومن الكفاءات العالية في البلاد. يوم زرت مدينة الرباط صحبة والدي ورحنا نزور مدرسته، ورحنا ننظر مدرسته، كان أول سؤال زعزعني به، قال لي: لماذا جئت إلى الرباط في شهر أكتوبر وهذا شهر دراسة؟ لماذا لم تبقى في مدرستك حتى تعود إلينا في العطلة؟ ونبه والدي إلى أن الدروس ينبغي أن تحترم. لا أخفيكم أنني فوجئت عندما دخلنا إلى القسم ووجدنا نحو من 40 تلميذا لباس واحد، وكأنما ولدتم أمهاتهم في ليلة واحدة. تصوروا هذه النقطة الهامة في حياتي أنا، لما كنت معتادا على مدرسة يعني لا يعرف أولها من آخرها، ثم وجدت نفسي أمام قسم صاحوا جميعا يذكرون النشيد المدرسة. كانت مثالا جيدا تم الاقتداء به لمواجهة المدرسة الاستعمارية أو النموذج الاستعماري في التعليم. الحس، حس الحاج أحمد بلافرج، حسه الوطني وحسه التقدمي أوحاله بأن ينشئ هذه المدرسة لتكون نموذجا للمدارس الأخرى في المغرب، عصرية حرة تعلم اللغات الأجنبية. ومدرسة ديال قسوس تغلقت مدة سنتين لما اعتقلوا الوالد يوم 29 يناير 44، الجيش احتل المدرسة وشدها مدة عامين، وبعد هذا ستتأزم الأزمة إلى أن يقوم الملك بخطابه العظيم في طنجة 47: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفي ذاك الخطاب جول ذاك الفقرة اللي فيها التنويه بالسياسة الفرنسية في المغرب، لأن السياسة الفرنسية في المغرب هي اللي دارت المذبحة ديال الضرب الكبير. من بعد فرنسا غضبات. تقرر القمع من جديد، وجاء الجنرال جوان كمقيم عام وجاء بسياسة القمع. وحول بسياسة الضغط والترهيب
ضد محمد الخامس يقول له خصك تنفذ الاوامر ديالنا، انت تابع لنا ما تابعش الحزب الاستقلال. ودوك كيقولوا له واش انت ملك المغاربه ولا ملك ديال حزب الاستقلال؟ بدات ذاك البرامج اللي كتوجد الاقامه العامه وكتقدمها للملك باش يسينيها كيتصور فيها مع حزب الاستقلال ويمتنع عن التوقيع. هنا بدات واحد المأساه ديال ازمه الجنرال جوان، وبداو كيهددوا الملك بالنفي. خصو لما تجيب له المقيم العام الظاهر خصو يوقعوا. محمد الخامس رفض وكانت النفي ديال 53. كانت المظاهرة في حفكارية سنترال مظاهرة دامية، حيث كان سقط قتلى وجرحى واعتقل زعماء النقابيون والسياسيون ووقفت الجرائد ودخل المغرب في واحد الحالة جديدة للقمع. كان علا الفاسي في القاهرة وبلافريج في الخارج، وبدأ هو وعلا الفاسي كل من جهته يتحركان، الأول في المشرق والثاني في أمريكا. وهنا ظهر للوطنيين أن الولايات المتحدة يمكن أن يراهنوا عليها، وكذلك أن منظمة الأمم المتحدة تعطي مجالاً للتحرك. وهنا قام بلافريج بأدوار أساسية في العمل الخارجي للحركة الوطنية. فحقق جمع مجلس الأمن، أول مجلس أمن في تاريخ هيئة الأمم المتحدة الجامعة في قضية استعمارية، وتقدمت الدولة المستعمرة ضد الدولة المستعمرة. هذا الحاج أحمد بلافريج حققه في بداية سبتمبر 53. ومن أطرف ما ستسمعون حول هذا الموضوع أن المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة لما لامح الحاج أحمد بلافريج في الجلسة طلب من رئيس الجلسة أن يطرد الحاج أحمد باعتباره مغربيا. هو كان مندس مع الوفد الباكستاني، وإداك قام الحاج أحمد بلافريج بالباسبور تبعه الباكستاني ليقنع الرئيس بأنه في هذه الظروف أصبح باكستاني، أصبح له باسبور آخر. إذن بهذه الصفة كان موجود في مجلس الأمن وتبع المناقشة اللي كانت تدور حول نفي الملك، أي هذا الأمر الواقع اللي دارته فرنسا، وكان حلفاؤها يدعون أن هذا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن لا يحق لهم التدخل في شأن فرنسي داخلي. هنا بدأت المقاومة المسلحة، المقاومة المسلحة اللي تعب لها الجميع. يعني إكس ليبان كان طبعا جات على إثر تخوف فرنسا، كانوا ديك الساعات تكبدوا خسيرة كبيرة في ديان بيانفو في الاندوشين اللي فرنسا كلت فيها الطريحة ديال ديان بيانفو، ما كانت كتصورها. إذن ولا مالديس فرنسا عنده الأسبقية هي يخرج فرنسا من المأزق ديال ديان بيانفو.
القضية الثانية هي تونس. تونس كانت سباقة للمغرب في القيام بعمليات مسلحة في الجبال ديال القاف. كذلك بدأت الثورة الجزائرية كفاح المسلح، كفاح المسلح المقاومة المسلحة في المغرب. هادشي كله جعل الفرنسيين كيتخوفوا طلبوا يفتحوا المفاوضات. علامة الاستقلال هي السيادة الوطنية، وهي الرجوع ديال محمد الخامس من المنفى، وهي تأسيس الجيش، تأسيس الخارجية، حكومة وطنية إلى آخره، الجلاء. لما وقع الاستقلال وقع المؤتمر ديال الحزب ديال ديسمبر 55 اللي وقع توافق، جاء يعني الوليد كان امين العام ديال حزب الاستقلال، ووقع توافق بين هذه الاجنحه كلها باش يناضلوا من اجل برنامج يجعل الحزب يطلع للحكومه وينفذ الاصلاحات اللي كانت منصوصة في الوثيقة المطالبة ديال 44. إنما فرنسا اللي كانت عامل أساسي من إكس ليبا ومن بعد الاستقلال فرضت أن حزب الاستقلال ما يشكلش حكومة، وحتى وزارة الخارجية ما تأسسش في البداية، لأن وزارة الخارجية علامة على السيادة. ولم يكن هناك كفء لكي يكون وزير الخارجية إلا الحاج أحمد طلفرج. الواقع هو مؤسس وزارة الخارجية، لأنه الفرنسيين مع الحماية كانوا حدفوا وزارة الخارجية، وهو الذي جعل أسس عملها ثابتا، هو الذي فاوض إسبانيا في رجوع منطقة طرفايا للمغرب. لكني ترك للمغرب وزارة جديدة وخلى لها الأسس ديال الانخراط في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية، وأننا بدينا نهار على نهار كنأكدوا الحضور ديالنا. الحاج أحمد طلفرج حقيقة لما أصبح وزيرا للشؤون الخارجية تغيرت ملامح المغرب. الحاج أحمد طلفرج عرف كيف يتماهى مع الوضع وخلق من هذه الوزارة وزارة أعادت لنا تاريخ الماضي. كان واحد الإنسان هادئ، كنا باقين شباب ودرنا محاضرة في المعمورة كوزير خارجية وكأمين عام حزب الاستقلال، درنا محاضرة على شناهي السياسة الخارجية للمغرب. لما سألت طرحت عليه واحد السؤال، قال الحاج أحمد هادشي كله اللي قلتي مزيان ولكني ما قلتي لنا والو على الوحدة العربية. ابتسم واحد السخرية قال الوحدة العربية نريدها وحدة لتخلق منا واحد الكيان عربي وحدوي قوي، ولكن هذا الكيان ما يمكنش يخلقه دول عربية ضعيفة، والآن الدول العربية كلها في واحد الحالة ديال الضعف، بقي ما بنات الكيان ديالها الداخلي، ويوم ما تبني الكيان ديالها الداخلي وتكون عندها أنظمة ديمقراطية متينة، إلى دارت الوحدة راه غادي تكون داك الشعار واحد الوحدة عربية قوية. هذه أنا في ذاك الوقت ما عجبتنيش، ولكن من بعد ما كبرنا وشفنا ما عانته الوحدة العربية عاد عرفنا أن هذا الوضع الحالي كان ينظر إليه بعين الواقع الحاج أحمد طلفرج في بداية أو في سنة 1957.
محمد الخامس وعى بأن الاستقلال بقى منقوص، وفي ماي 58 كلف الوالد ديالي باش يترأس حكومة، ماشي وزير أول، رئيس حكومة، يعني رئيس حكومة بالمعنى ديال صلاحيات كاملة تنفيذية باش يكون مسؤول على حكومة اللي عندها صلاحيات على أساس تنفيذ البرنامج للحزب اللي هو الدستور، الحريات العامة، تأسيس دولة الحق والقانون. الإصلاحات الجوهرية التي حصلت بعد الاستقلال تحققت في حكومة الحاج أحمد بلافرج. أولا، جميع الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية تقررت يوم 20 غشت في مجلس حكومي يوم 20 غشت 58. لكن هذه الحكومة بطبيعة الحال كانت الأزمة استفحلت داخل حزب الاستقلال، فلما استفحلت الأزمة داخل هذه الحكومة التي كان نائب رئيس الحكومة فيها هو عبد الرحيم بوعبيد قدم استقالته. علاش هذه الحكومة اللي كان عندها هذا البرنامج علاش ما استطعتش تنفذو؟ لأن هذه الحكومة واجهت مقاومة شرسة، أولا من فرنسا، مع الأسف خوتنا ديال حزب الاستقلال لما يسمى باليسار اللي هما شاركوا في برنامج الحزب تمنضوا ضد الحكومة ديال أحمد بلافريج بمسائل هزيلة. حصلت خلافات داخل حزب الاستقلال، هذه خلافات هي التي ستؤدي إلى انتفاضة العناصر التي ستؤسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. كانت هناك عدة محاولات، صراعات في الداخل واستفزازات خارج الحزب. من هذه الاستفزازات أنه حزب الاستقلال في الحكم كان عليه أن يواجه دائما بعض التمردات، بحال تمرد عدو به في يناير 57 وتمرد الميلودي في أكتوبر 58 وتمرد الريف في نهاية 58 وبداية 59. كان وراء هذه المحاولات أناس مقربين من ولي العهد، هذا الشيء باش يتقال محمد الخامس راح حزب الاستقلال ما يمكنلوش نتقاسموا معاه الحكم. حصلت مشاكل في الريف وعالجتها الحكومة الحاج أحمد بلافرج بلطف. حصل تصدع داخل الحزب، الشيء الذي دفع الحاج أحمد بلافرج إلى تقديم الاستقالة، تقدم الاستقالة من الحكومة في ديسمبر 58. مع الأسف الوالد لما شاف هاد المرحلة حرجة من ضمنها الرفاق ديالو داخل الحزب نايضين ضده من جهة، ومن جهة أخرى المطالبة أنه يقمع هو الحكومة ديالو تاخذ المسؤولية ديال قمع الحركة ديال الريف، هذا رفض. أي حكومة بلافرج عمرها ما سال الدم ديال مغربي واحد. كان هناك بلافرج اللي كيبغي المهادنة، كيقول لك عندنا واحد المكسب كبير في محمد الخامس باش نشوفوا إلا نتغلبوا على هذه المصاعب. وكان هناك الآخرون في اليسار اللي كيقول لك ما خصناش نبقاو كنتعاملوا معاه بهذه المهادنة. وكان هناك علال الفاسي تارة مع هذا الاتجاه وتارة مع هذا الاتجاه. قدم الاستقالة ديالو يوم 23 ديسمبر لمحمد الخامس، قرر أنه ما يتخلاش على الاستقالة،
وأنه ينعزل من الحكومة. يعني أول حكومة وآخر حكومة حزب الاستقلال هي هذه، إذا بعد الحكومات اللي جات من بعد كلها ائتلافية، من بعد جاء عبد الله إبراهيم واللي ترأس الحكومة. هو تكتيكيا كان يحاول أن لا تقطع العلاقات مع المؤسسة الملكية، والمؤسسة الملكية يلعب فيها آنذاك ولي العهد دورا أساسيا. لذلك سيقول كلمة قوية وعنيفة يوم وفاة محمد الخامس وصعود الحسن الثاني للعرش. لقد قال لرفاق ولأفراد عائلته: الآن سترون أنه ستقطع الرؤوس في هذه البلاد. خرج هو من الصراع، أنه أصبح شخص مستقل عن كل التيارات، وعمل كمسؤول حكومي ثم كممثل شخصي للملك الحسن الثاني، إلى حين اعتقال ابنه أنيس سنة 72. فأنا ذاك قدم بلافرج استقالته من مهمة ممثل شخصي للحسن الثاني، وانعزل عمليا العمل السياسي بعد ذلك. في يناير 60 مؤتمر اللي بقاو معاه في حزب الاستقلال، جاء الحاج حمد دخل الجلسة الافتتاحية وما حضرش الجلسة الختامية، لأنه السي علال تخلص من الحاج حمد وما بغاش يبقى في قيادة حزب الاستقلال، وكانت هذه هي نهاية العلاقة ديال الحاج حمد بلافريج مع الحياة السياسية ومع حزب الاستقلال. ابن حمد بلافرج أنيس كان انخرط في عمل يساري محقق في إطار تنظيم كان يعرف بنخدم الشعب، والذي شكل جبهة مع حركة الأمام ومع حركة 23 مارس، وهذا أدى إلى اعتقاله وتعذيبه ووالده ممثل شخصي للملك. لذلك كان رد الفعل لحمد بلافرج هو أنه قدم استقالته لأنه رفض أن يطلب العفو عن ابنه. في القضية اللي كانت كتحركني أنا، اللي هي القضية اللي كانت كتحركه في الشباب ديالو، اللي هي الوصول إلى بلاد حرة مستقلة ذات كرامة، هو كيأمن بهذه القيام، فبالتالي كان انسجام تام. القضية اللي هي طبعا تدل على أنه في 72 المغرب كان يستعمل الوسائل ديال المستعمر، يعني 72 نفس الطرق ديال الاختطاف وديال السجن وديال التعذيب كانت تمارس من بعد الاستقلال ضد ابناء هذه البلاد اللي باغين فقط لهذه البلاد الخير والتعليم والصحة والتقدم في المجالات كلها. ولما اعتقل عمل معاملة قاسية، يعني والحاج أحمد كانت كتوصل له الأصداء ديال المعاناة ديال ولده في الكوميسارية، وطبعا أثر فيه ذاك الشيء إلى أبعد حد وعجل نفسه وتم كانت القطاعة ديالو مع القصر. قال لي: لم أطلب العفو، وفضلت أن تقول المحكمة كلمتها، هذه لا أنساها. قال لي بأنه وأنا على متن الطائرة من باريس إلى المغرب يفضل اللجوء إلى القضاء. اعتبر على أنه ما قام به ابنه ليس بشيء خطير، تأسيس حركة يسارية أنذاك تنشر بعض المنشورات ولا كذا،
لا يستحق هذه هذا القمع الشرس الذي تعرض له أو التعذيب حتى لابنه. لا شك أنه صدمه ذلك. كان يهان، يفرض عليه أن ينتظر تحت الشمس بس عادي يسمحوا له يشوف ولده. يعني واحد المشاهد يعني تعاملت الدولة معه لا فقط مع ولده بل كذلك معه ومع مراته، واحد المعاملة قاسية. أولا خصك تعرف بأن الأب ديالي فترة لا بأس بها من طول كان يعامل مثل الناس كلهم، كان تدخل عندي البارلوار، والبارلوار مبني على جوج ديال الشبكات، وفي وسط الشبكات كاين ممر كيكون فيه حارس السجن تيمشي ويجي باش يسمع الكلام. ولكن انا كنت كنتبادل مع الوالد بدون خوف، كنتبادلوا الاراء السياسيه وكنتبادلوا الافكار في هاد الظروف. خصك تعرف ان في هاد الظروف كان لا يعترف له بحال اي واحد. هذه قضية اللي هي تشهد عليها التاريخ وتشهد عليها الناس كلهم اللي كانوا حاضرين في ذلك الوقت. فأنا أعتبر على أنه الوطن لم ينصفه. هذا الرجل لعب دورا رائدا منذ الثلاثينات حين استقلال المغرب، لكن لم ينصفه الوطن ولم ينصفه حزب الاستقلال كذلك الذي كان أمينه العام، لأنه هو المؤسس الحقيقي لحزب الاستقلال.